بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يجب أن نقول دائما الحمد لله على نعمة الإسلام. إسبانيا بالأمس أصدرت قانونا تشجع الناس، للأسف الشديد، يعني أنا أستحي من قول هذه العبارات ولكن هذا هو الواقع، ووكالات الأنباء العالمية نشرت هذا الخبر، إسبانيا تشجع الناس على ممارسة الجنس مع الحيوانات، يعني نكاح الحيوانات. والله شيء أيها الأحبة منتهى الانحطاط وصل إليه الملحدون اليوم. هذه هي نتيجة العلمانية، عندما يشغل الإنسان دماغه ويتبع خطوات الشيطان يصل إلى هذا المصير. تصور أن هناك قانون رسمي يبيح ويشجع ويسمح أن يمارس الإنسان النكاح والفاحشة مع الحيوانات التي لا تعقل. القانون يقول يمكن لأي شخص أن يمارس الجنس مع الحيوانات، ولكن بشرط واحد. ستضحكون إذا قلت لكم ما هو الشرط. بشرط ألا يسبب أذى لهذا الحيوان. سبحان الله، يعني من أين علمتم أن هذا الفعل بالحيوان لا يسبب له الأذى؟ طب هل الحيوان يستطيع أن ينطق، يستطيع أن يتكلم لنعرف أنه يؤذى أم لا؟ الحقيقة أيها الأحبة، يعني هذا الأمر أنا أعتبره يعني نكسة في تاريخ العلمانية والإلحاد. الشيء الثاني الأغرب من ذلك أن إسبانيا أيضا، يعني أنا طبعا لدي هنا مجموعة أخبار أحببت أن أعرضها أمامكم أيها الأحبة. إسبانيا أيضا قبل أيام تشجع المراهقات على ارتكاب الفاحشة ثم قتل الجنين، يعني جريمة مزدوجة. أن تبيح لها أن تمارس الجنس، يعني الفتاة اعتبارا من سن 16 سنة كما يقول القانون يمكنها ممارسة الزنا علنا، ولا يحق للأب أن يعترض أو الأم أو الأهل، ويمكنها أن تحمل ثم تجهض الجنين ودون موافقة الأبوين. طيب بالله عليكم، يعني بالمنطق، يعني بالنسبة لي لمن يحب أو من ينادي بالعلمانية، يعني هل تحب أن تصل إلى هذا المصير؟ ما ذنب هذه الطفلة أن يباح لها وتشجع ويمنع الوالدين يمنعون من مجرد الاعتراض، وإذا اعترض أحدهما يوضع في السجن أو يدفع غرامات. تصور أخي الحبيب. الكارثة الثالثة أيضا، طبعا هذه الكوارث موجودة في دول الغرب، ولكن أنا لكي أكون محددا أستعرض هذه الأخبار من دولة مثل إسبانيا التي بالأمس كانت دولة إسلامية تشع النور والعلم، وهي سبب حضارة الغرب اليوم. إسبانيا أيضا في قانون جديد تشجع على تغيير خلق الله من خلال التحول من جنس لآخر، يعني واحد مثلا عمره 16 سنة وما فوق يمكنه أن يغير جنسه من خلال أخذ مجموعة من الهرمونات وأشياء أخرى ويتحول إلى جنس آخر ودون موافقة الوالدين منذ 16 سنة. يعني هذا طفل يعتبر اليوم بقوانين اليوم. تصوروا أيها الأحبة، يعني والله الإسلام عندما أعطانا مجموعة رائعة من القوانين حقيقة، يعني هو أراحنا من عناء البحث والتفكير والدراسة والتخبط.
أنا أؤكد لكم أيها الأحبة، بعد مدة سيغيرون هذه القوانين، لأنه سيثبت وهو ثابت الضرر، ضرر ثابت، والمجتمع نفسه سيرفض هذه القوانين. لماذا؟ لأنها تخالف الفطرة. كيف الإنسان أن يمارس الجنس مع حيوان؟ طب إنسانة مراهقة بعمر 16 سنة تغير جنسها إلى رجل، تمارس الزنا علنا، ثم تجهض الجنين، وكل هذا ضمن القانون؟ أيها الأحبة، أنا أؤكد لكم أن الشيطان هو الذي يتحكم بهؤلاء الناس للأسف. يعني أنا لدي آية في سورة النساء. إبليس عندما طرد من الجنة تعهد أن يضل الناس ويغويهم ويأمرهم أن يغيروا خلق الله. هذا الذي نشاهده اليوم هو تطبيق عملي لهذه الآية الكريمة. قال سبحانه وتعالى على لسان إبليس بعدما طرد من الجنة وبدأ يتوعد لآدم وذريته، وبدأ يهدد، وبدأ يريد أن يدخل أكبر عدد من بني آدم معه إلى النار، قال ولا أضلنهم ولا أمنينهم. لاحظ دائما الملحد يعيش بالأماني، يعيش بالوعود، ثم يجد الصدمة. ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. هذا هو تغيير خلق الله سبحانه وتعالى. إنسان جنسه ذكر بعمليات جراحية معينة وهرمونات وأدوية معينة يتحول إلى أنثى، ولكن طبعا لا ينجب، هو تحول خارجي فقط. فلا يغيرن خلق الله. طب هنا الآية حذرتنا، أكدت لنا أن من يقوم بهذه الأعمال إنما يتبع الشيطان، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. إذن والله أيها الأحبة، هؤلاء يتبعون الشيطان، يتخذون الشيطان وليا من دون الله. قتل الأجنة اليوم أيها الأحبة للأسف لا يعتبر جريمة في كثير من دول الغرب وفي قوانينهم، يعتبرونه أمرا طبيعيا. طيب هذا الجنين بعمر أشهر مثلا أو أيام، ما ذنبه؟ أيضا هنا لدي آية كريمة تحدثت عن تزيين الشيطان للمشركين ليقتلوا أولادهم، وكذلك زين لكثير من المشركين، الشيطان زين لهم قتل أولادهم شركاؤهم يعني من الجن ومن الإنس أيضا، ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. يا لطيف، ليردوهم في نار جهنم. طبعا يعني هذا، من يفعل هذا هو ميت في الدنيا والآخرة، في الدنيا شبه ميت وفي الآخرة في نار جهنم والعياذ بالله. انظر هنا ماذا قال سبحانه وتعالى، وهذه الآية في سورة الأنعام، ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. إذن هذه الآية تشير بوضوح إلى عملية قتل الأجنة التي تحدث اليوم. آلاف الأجنة يتم وأدهم كل يوم على مستوى العالم. الآن هذه الفواحش التي يرتكبونها يقولون هي حرية شخصية، هي أمر طبيعي، هي حق من حقوق
الإنسان الحديث. الله سبحانه وتعالى ماذا قال لهم؟ وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. إذن أيها الأحبة، باختصار، أنت إذا كنت مسلم احمد الله مليون مرة. أنت لا تشعر، أنت إنسان مطهر، حتى لو كنت لا تصلي ولا تلتزم وترتكب بعض المحرمات، ولكن قوة تعاليم الإسلام، أنت نشأت في بيئة إسلامية وفي ظل تعاليم الإسلام، فأنت إنسان في قمة السعادة يجب أن تكون. لذلك سارع بالتوبة إلى الله وسارع بالعمل الصالح، لأن هذه الميزات الموجودة لدينا أيها الأحبة كمسلمين، الملحدون حرموا منها، يعيشون مثل البهائم وحياتهم تعيسة أصلا لا معنى لها. هو يؤمن أن أصله قرد وسيعود ترابا، وليس هناك أي شيء آخر، يعني ليس هناك هدف من خلقه، هو وجد بالمصادفة وسيموت هكذا. حياتهم ليس لها معنى وليس لها قيمة. لذلك أيها الأحبة، يعني أنا أود أن أختم هذا اللقاء بنصيحة لكل أخ، أن أولا أن يفتخر بأنه مسلم، وأن يطبق تعاليم الإسلام، لأن فيها السعادة، فيها الشفاء، فيها الراحة النفسية. والله أيها الأحبة، مقدار السعادة التي يشعر بها المؤمن الحقيقي لا تقدر بثمن. لذلك يعني نقول دائما الحمد لله على نعمة الإسلام، وكما علمنا الله سبحانه وتعالى. يعني تعاليم القرآن، عندما نرى الملحدين يغوصون ويغرقون في مستنقع الضلال، نحمد الله أنه كرمنا ورفعنا، ونتذكر هذه الآية الكريمة: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.